أعزف أوتار الفرايد والجزالي وانسج أبيات رفيع مستواها يوم شبكت وفا صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها أعزف أوتار الفرايد أعزف أوتار الفرايد والجزالي أعزف أوتار الفرايد والجزالي وانسج أبيات رفيع مستواها يوم شبكت وفا صار القلب سالي يوم شبكت وفا صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها نادره بالحسن وصف الجمال يسحر عيون البشر دايم حلاها بنتي وفا قدرها في الناس عالي زانها الله بالخجل وبالكساها يوم شبكتها وهي اخت الرجال يوم شبكتها وهي اخت الرجال اسال الله ان يحقق به مناها بنتي اللي قلبها صافي زلالي بنتي اللي قلبها صافي زلالي وفا والابيات ما تمدح سواها وما عاد قلبها قلب مثالي والوفا اللي رعاها واحتواها وهذا ابو عادل من قرم الرجال القرني للفزعات ما تبطي خطاها وهذا عادل شامخ مثل الجبال وهذا عادل شامخ مثل الجبال يوم شبكتها يباركها هناها لا وليد الشهم شيل الثقالي لا وليد الشهم شيل الثقالي لا صفات ما حد يبلغ مداها وهذا عبد الرحمن ميهاب من المحالي وهذا عبد الرحمن ميهاب من المحالي راعي اخلاق وقد فحل جلاها والنعم اخوانها اصحاب المعالي ضفتهم اليوم شاركنا معاها يا هنا علي ببلغ المنالي العريس اللي كما عينه يراها والوصية في وفا مسك الختامي والوصية في وفا مسك الختامي يا ابن سالم دايما حقق مناها يا امانة عندك يا نسل الكرامي صونها وعطي لها كل ما ابتغاها يا امانة عندك يا نسل الكرامي صونها وعطي لها كل ما ابتغاها اعزف اوتار الفرايد والجزالي اعزف اوتار الفرايد والجزالي وانسج ابيات الرفيع مستواها يوم شبكت وفا صار القلب سالي يوم شبكت وفا صار القلب سالي بنتي اللي زايد بقلبي غلاها نادره بالحسن وصف الجمال يسحر عيون البشر دايم حلاها بنتي وفا قدرها في الناس عالي زانها الله بالخجل وبالكساها يوم شبكتها وهي اخت الرجال يوم شبكتها وهي اخت الرجال اسال الله ان يحقق به مناها بنتي اللي قلبها صافي زلالي بنتي اللي قلبها صافي زلالي وفا والابيات ما تمدح سواها وما عاد قلبها قلب مثالي والوفا اللي رعاها واحتواها وهذا ابو عادل من قرم الرجال القرني للفزعات ما تبطي خطاها وهذا عادل شامخ مثل الجبال وهذا عادل شامخ مثل الجبال يوم شبكتها يباركها هناها لا وليد الشهم شيل الثقالي لا وليد الشهم شيل الثقالي لا صفات ما حد يبلغ مداها وهذا عبد الرحمن ميهاب من المحالي وهذا عبد الرحمن ميهاب من المحالي راعي اخلاق وقد فحل جلاها والنعم اخوانها اصحاب المعالي ضفتهم اليوم شاركنا معاها يا هنا علي ببلغ المنالي العريس اللي كما عينه يراها والوصية في وفا مسك الختامي والوصية في وفا مسك الختامي يا ابن سالم دايما حقق مناها يا امانة عندك يا نسل الكرامي صونها وعطي لها كل ما ابتغاها يا امانة عندك يا نسل الكرامي صونها وعطي لها كل ما ابتغاها او الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021